وزير التربية والتعليم يجتمع بمدير الإدارات التربوية ويوجه بعقد تدريبات لموجهي المواد على نظام التقييم الجديد. عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اجتماعاً مع مدير إدارات التدريب على مستوى الجمهورية، وأكد الوزير أن مدير إدارات التدريب بالمحافظات هم أحد أدوات التطوير والتقدم في العملية التعليمية، مشيراً إلى أهمية التدريب في رفع مستوى أداء المعلم والعمل على زيادة قدراته على الإبداع واستخدام الأساليب الحديثة وتعزيز خبراته في مجال تخصصه. وأشار أيضاً إلى أنه التدريب يعد استكمالاً للجهود التي يتم بذلها لتطوير المنظومة التعليمية، حيث إن الغاية الأساسية للتدريب هي تحسين أداءات المعلم وتدريبه لإيجاد الطرق الأساسية لبنائه العلمي والتربوي. ووجه الوزير بعقد تدريبات لموجهي المواد على مستوى الجمهورية على نظام التقييم الجديد وكيفيات تدريب المعلمين على التعامل مع نظام التقييم الجديد.